نيجي لبرج الأسد. برج الأسد الفترة اللي فاتت كان عنده مش حلوة، أوكي، ولسه ما زالت الدنيا عنده مش أوكي، لكن من نهاية شهر 6 أو من بعد 21/6 و7 و8 و9 الدنيا عنده هتظبط جدا، لأنه عنده عروض جديدة وعنده نقلة من مكان لمكان وعنده سفر، حتى لو سفر داخل البلد، بس في عنده مرحلة انتقالية هتبقى بيز لسنتين 3 4 قدام. أوكي. سواء راجل أو ست.